اليمين ولا اليسار؟ يمين مره ثانيه. هاي لا ضبطت معها. ايوه الحين انا بروح يمين. يمين مره ثانيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جايب لكم ماب عربي واليوم اي ريان. يا هلا وسهلا. يا بنت زومبي بنت الطيارة معرقين كذا يعني. ايش رايك كذا سكنات نادرة؟ ايش رايك؟ سكنات نادرة كذبية. والله يعني شوف يعني اهم شيء ندفع 1500 جي بوكس ولا ندفع 3000 ريال. اجل قبل ما ابدا المقطع لا تنسون لايك اشتراك كود شوب بي اس ال. الله يسعدكم اللي قاعد تحطون اللي قاعد تشترون سواء بالطياره ولا غيرها من اي تم شوب ولا اي شيء. شكرا اللي قاعد يحطه حتى لو ما يشتري شيء. شكرا لكم. نبغى كذا نبغى تفجير اشتراكات. نبغى نوصل 600,000 اقرب وقت. وشكرا ريان يعني على الصفقه اللي وقتها غلط. وخلونا نبدا في الماب بسم الله. اوكي قبل لا نبدا المقطع اتمنى تحط كود قبل ما تبدا المقطع. ايش يعني كثير والله. انستغرام حقه كود لايتم شوب حقه والماب شكله خي. انا ما ادري ليش اللون الاحمر. اوكي يعني كبدايه المابات كلن يحط اللون الاحمر ليش؟ سؤال يا اصحاب مابات سواء عربي ولا اجنبي كلهم كذا ما عدا بعض الاجانب بداهم يدعسون يغيرون. مع انه في تصاميم جديده قاعد ينزلون فورتنايت ويتعبون احد قاعد يستخدمها ما ادري ليش. فيب صح ترى اللوبي واول مرحله هي اللي تفتح النفس كم يب هي اللي تخلي نظره كل ماب كذا ايجابيه سلبيه. بس نشوف الباركور ذا الاشياء بسم الله. طبعا اوكي واضح انه ان شاء الله سهل. انا اقول انه سهل صراحه يعني ما ادري عنك لا يكون ارمي موتر ارمي موتر خير. ايش تبي ايش تبي ايش تبي يا رب يموت يا رب. لا ليش تدعي علي؟ ليش تدعي علي؟ انا مش في اللعبة ما دعيت عليك في الحقيقة. تبي ادعي عليك في الحقيقة؟ انا مش فيني علقت. قدموت انا مش فيني علقت في الكلام علقت في اللعب خلاص. تسوي كذا بعدين كذا. يا سلام خلصت؟ يب اوه في فخ اسمع توني انتبه له. اوكي اصلا يمديك تروح يمين يسار اصلا يب بس انه بعيد. اوكي هذا ليفل 2 هذا ابي بطاطس. اوكي شكله استات استات سود بعدين يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب بس اوكي انت وين رحت؟ حلو وشو؟ اوه ايربنس اوكي هوايات ديم والله ينقلك بطريقه حلوه صراحه نايس حلو طيب هذا كويس ولا بس صدق اصلا خليني اعطي نصيحه يا ليت تسوى حركه ان كل مرحله لون وديزاين معين يب لان كله احمر ف اي يعني لو مثلا الاحمر المرحله الاولى احمر وحرايق المرحله الثانيه مثلا اخضر وزهور وغابات وكذا احس بتكون حلوه يب يب وفوق كذا انه مرقع من هنا اسود مع احمر بس اهم شيء الباركور نفسه او الليفل نفسه يكون حلو. افضل شيء انه منور الماب ما ادري شلون منوره بس منور. اوكي حظك كويس تروح يمين ولا يسار؟ انت قدامك يسار راح يلا بسم الله يا رب يا رب. لا والله تو اني بقول يمين درب الغانمين لكن جبت ام العيد يلا. طيب بعدها يمين ولا يسار؟ يمين مره ثانيه. والله شفت قايل لك ساتر معرق ذا. طيب يمين ولا يسار؟ يمين مره ثانيه. هي لا ضبطت معها. ايوه الحين انا بروح يمين. يمين مره ثانيه. يا الله يا الله والله مشكل مشكل هذا. ايش تبي؟ نسيت كم واحده عدينا يمين. اثنين ثلاثة. اي أيوة والله ثلاثة. ثلاث؟ طيب. طيب. والله يشوف. اما طيحتنا كلنا كذا محافرة. يمين مع بعض حماس يمين يمين يمين. طيحة مع بعض. انا قلت يمين صح؟ ووو ديم. وشو ذا؟ اوكي. ليش قاعد اطيح؟ اثنين اربعة. كملها خمسة؟ طيب. اتوقع هالمرة لا. يسار. وات يقطع ام التحريات هي يقطع ام التحريات ديم. اوكي الحين هذه فاصل. انا اقول يسار بعد زياده بسم الله يا رب. نو واي جرب اروح يمين احس انه عادي نفسه يا عيال. يمكن جرب بس ترى بتعيد من اول شيء. صدق في شيء تحتها بس انه ما ادري اصبر تحريات ولا لا. الا لا كانك وقفت على شيء تحتها. اوه يقطع ام الحاله توني لاحظ. وش بك؟ اصبر. اوه لا 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 صارت غلط صارت غلط صارت غلط. يعني الثانيه فيها اسود بس انه صار
يمين يسار يمين يسار كذا النظام الاسود فهمت؟ لا موتني. يمين 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 قبل الاخيره يسار بعدين يسار. والله توقعت صراحه ان بيكون اللي تحت البلوك هو اللي هذا بس انه لم تزبط. اوكي الليفل اللي بعده. والله الليفل ذا اللي قبل شوي صح انه كان ذا غريب شوي بس انه ممتع. والله ممتع والله يب يب. مره ممتع. بسم الله. اوكي هذا حب اللون الاحمر ذا. ايزي ايزي بيزي يا عزيزي. والله خلص الليفل حلو. اوكي أيوه. معطيك سرعه ليه فهي تعال ادري انا ابغاك تموت انت بس لم تزبط معنا. اوكي الليفل الخامس دروبر. اي والله دروبر بس ما كان في شيء صح؟ بس نزلت انت كذا؟ نزلت اي قلني على طول. اوه حاط ازرق الحين اخيرا حلو. اوكي امبوز لا نهائيه. اوكي هذا لعبه الامبوز عاد لعبتنا. والله اللي فوق بسم الله يا رب. هبي وجه مش في يعطي عين كاتب هبي وجهه اما شكله مو متوقع. اصبر اصبر انزل اللي تحتها. والله ودي اروح هناك وخاطر بس انه ابغى اضمن نظلني طحت عندك واضح يا رجال هذه كذا فوقك على طول سقعت في السقف. طيب فهي بلايك وسقعت في الامباز حقتك والامباز حقت طيحتني تدري اما ايه والله من هبي وجهه حقته ذي. هذه خلها بدون نقزه بدون نقزه حطها وراك بس. اوكي ايزي ثينك اوت اوف ذا بوكس هذه كذا اهلين. حلو صوت الامبوز متغير ولا عندي؟ لا لا عندك بس. والله صوته غريب. اوكي ليفل سبعه. اوكي قلت لحظه اللي فوق ما اروح ضيعت تيك طعم الفاو ضيعت لي يا اخي تعديت تيك طعم الغابه. حلو 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 اوكي بعدين اوه اللي تحت اللي تحت يوه اللي تحت الرابعه اللي تحت والله رهيبه اقسم بالله فكرتها. اوكي هذا نيو جمب نيو جمب فيها. طيب انا كنت بشوف من الجنب بس والله هذا نيو جمب في البن بول. والله احس انه صعب. لا لا ايزي ايزي لعبتنا. اوكي اول واحده سهله. اي شيء لعبتنا. هذا مت انا. اوكي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي لا مت نفس الحاله مات معي. اوكي تكفون ايزي 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 يلا يا ريان انت تستطيع. باقي واحده كل واحده انط فيها مرتين على اساس اضمن بس انها سهله ايزي يعني وسط. اوكي يعني وسط يعني وسط. اوكي شكلها نيو جمب هذه بدون البنبول. اوكي هذه ايزي صدق بسوي تجربه بروح من اليسار. توني بقول بسويها بدون ما اوقف بس شكلها ما توقيف. الله يعطينا العافيه. وش؟ ليش استعبط واجرب حركه اني ما اوقف؟ لا يوقف لا يوقف لا يوقف. ايزي قايل لك بدون ما اوقف مره سهل. توقف واحد ايه. من ثاني تجربه. خليني ارجع اليمين اصرف لي. وي الحمد لله ان الماب هذا ما فيه حقه الموت. موت ايزي بيزي صفقولة قولة. اوكي الليفل اللي بعده وش لون البرتقال؟ احمر ما اقول اخضر بالجدار. اوكي شكله بركر عادي. طيب وش دخل انا وش دخلني في الماب؟ مو وش دخل الحين. طيب اصبر وش لون البرتقال وش دخلها؟ ما ادري يمكن بعد بالجدار يسالك يعطيك سؤال. روح طيب فوقي. اهلين بركر اهلين بركر عقبات هنا انا اهلين مون بركر. طيب اضحك اضحك الدنيا تضحك لي اضحك الدنيا. هذا كان عندي حكمه بس ما ادري وين رحت. حلو ثالث موته ثالث واحده جماعه قف. الله جماعه موت مو بقف. لون البرتقال يا اخي ليش تتكلم مع عمية؟ يمكن في ناس ما يتكلمون العاميه ذي وما يفهمونها. بس هبي وجهها عجبتني. اوكي جيتها روح صك في الجدار. روح روح صك راسك في الجدار. روح اوه هلابي هذه. اوكي ايزي ايزي بيزي. حلو خلص الليفل؟ ايه وات بسهوله ذي. اوكي اوه شفت والله اني حاس. وش هو؟ المرحله اللي بعدها في يسالك عن لون هذا. اوه شوف كم ليفل ثلاث ليفلات تقريبا من جد. بعدين سالك جواب ايش دعوه. اوكي فكر هذا الشيء بس. اوكي شوف اعطيك تحريات. ايوه اتوقع انه برتقالي. ايوه وش هو؟ ابيض. ليش تسوي ذي التحريات؟ ليه؟ يعني بتغير لون برتقال؟ ايش السؤال يا اخي؟ يلا برتقالي برتقالي يلا. هو هذا الصح بس يا اخي حرام يا اخي وين الترول في الموضوع؟ وين يلا يا بابا يلا يلا كمان يلا يا بابا وقف على جنب. ليه؟ وقف على جنب وقف على جنب قاقاق
كم تروح؟ اوف لو ضبطت ما ادري كنت اسوي تحريات لكن لم تضبط. طيب اصبر يعني. وقف على جنب، وقف على جنب، حاطه هنا يعني جنب هنا ولا هنا ولا هناك؟ لا والله مو هناك، فوق اليمين. فوق اليمين قدام يمين، هذه جربتها. هو الوحيد اصلا لو تلاحظ ما يديك تروح يسار. انت ليش اصلا رحت يمين هنا؟ البلوك فيها موت، فتعال هنا. اوه ليفل 15 شادو. اوكي لعبتي ذا والله نهائي. وات وات ما مدانا نقول بسم الله. طيب والله العظيم وش ذا؟ ويت ايه مره انقز فوق مبكر، انقز فوق مبكر، اضربها انقز على الجدران، على الجدران. ايه اضربها وانقز على الجدران. يلا سبام سبام. ايوه بس كذا. اوكي بعدين اوه على بالك في شيء رقي فوق. خراب يا ليفل. طب لو ما استخدمناها امدي؟ والله شوف احنا خلينا نستخدم للمتعة، للمتعة. اوكي بسم الله. لا ابي لا ابي لا ابي لا 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 الله طريقك سالك مرة، أنا اللي عيسار مرة جايب العيد. والله عاد كل واحد وهذا فنه وهذا. إيش قاعد تقول أنا؟ والله طريقك سالك ولا. الحمد لله الحمد لله ما في كاونت. والله طريقك سالك. وديني حط تحدي على هذا الماب. لاجل التكريج. القم بس. القم بعد إيش؟ ما في فائدة. أوكي. وين تروح؟ هنا. أوكي. أوه. أضرب من الجهة هذه، أضرب من الجهة هذه. إيه رح قدام وعطها بريوس. كذا 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 بعدين ريوس 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 اوب. اوكي خليك في النص سلوم، في النص ولا ما راح تسويها يا رجال؟ ايش يسمونه راح الثلج وانا ما سويتها، قاعد اعطيها ريوس. ما في ما في كاميرا، ما في حساسات. اذا مت ترجعك مرحله اما والله واحده بس. طيب انا جبت لي شكلي، انا عجزت اعرف له ذي. ناخذ ثلج صار شوي بعدين. ايوه لمست والله. والله ما اسمع كلامك. ايه بالنص والله حرام عليك يا اخي. ما يدزني صار يا اخي. ما في موت. اصبر اصبر انا جايك. يا الله المرحله اللي قبل تقهر يا اخي. ليت حاتش بوينت. ايه ما في موت. شلون ما تنت؟ ما في موت، انا سويت ريسبون عشان اسوي طريق احلى. لم تزبط معنا، عندي ثلاث رفتات. يلا بحتريك. جايك. والله شكلك بتعمر هناك. دعوه دعوه دعوه. شو قاعد تسوي؟ لا 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 صار. او جي 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 جي. ها الله مساكين مساكين. وش الصوت اللي يخرج؟ لا وش الصوت؟ وش هنا؟ الله مساكين مساكين. بسم الله بسم الله بسم الله. تحس انه بيطلع واحد وراك الحين. ايه لعبه رعب هذه ولا فورتنايت؟ والله والله تنفع والله. صدق تصميم الجي جي افضل شيء في الماب. والله العظيم يفتح لنا سكر. يب شوفوا كيف الالوان، شوفوا الانوار هنا اللد هذه، والله معطي شكل. ليت الماب كله كذا. عموما بس هذا مقطع اليوم، ان شاء الله مقطع يعجبكم. الماب جدا قصير لكن ممتع، والله ممتع. لكن اللي ناقصه ناقصه بس شيء واحد، تصميم. لو كذا طور في التصميم بيصير شيء خرافي. الليفلات رهيبه، كل شيء رهيب. بس هذا كان مقطع اليوم. الكود الماب في الديسكربشن، قناه ريان في الديسكربشن. ويعطيكم العافيه على كل شيء، واشتركوا في القناه اذا مو مشتركين، يعني اللي وصل اخر مقطع. اشوفكم على خير، سلام. باك تاخذ ذي عشان تصير فيك فيكتوري درو.